accumulated substance ولا observed substance ولا non observed substance؟ المادة اللي ملهاش chemical formation أو بص هي دي اللي هي conservative substance. طيب nitrification involves two processes. احنا قلنا عملية السايكل بتاعت النيتروجين عبارة عن أربع عمليات. fixation والأمونيفيكيشن كانت التالت واحدة فيهم nitrification. وإن nitrification دي بتتم على مرحلتين. المرحلتين دول اللي هما أمونيوم أوكسيديشن بعد كده نيترايت أوكسيديشن ولا أمونيوم فيكسيشن بعد كده نيترايت أوكسيديشن ولا أمونيوم أوكسيديشن بعد كده نيتريت أوكسيديشن. كان المفروض نيتريت وبعد كده نيتريت. صح؟ مش عارف. اولا عملية النيتريفيكيشن دي كلها ايه؟ اكسبت. ايوه. رقم بي ده غلط. المرحلتين عندي اوكسيديشن. الاول بحول الامونيا اللي انا او الامونيا اللي موجود في التربة لايه؟ وبعد كده بحول ايه لايه؟ نيتريت وبعد كده نيتريت. لا نيترايت وبعد كده الامونيا بعملها اوكسيديشن بتحول نيترايت. بعد كده النيترايت بعملها اوكسيديشن بتحول نيتريت. هي هي الاجابة رقم ايه؟ الفرق ما بين ايه وسي ان نيترايت فوق ونيتريت تحت. نركز شويه. مش هو نيتريت الاول نيترايت الاول؟ نيترايت اللي هو ان او 2 وبعد كده تحوله ل ان او 3 انت بتاكسد النيترايت عشان تحوله ل ان او 3. يبقى الاجابه رقم ايه؟ انا مش فاهم. الامونيا ال اتش 3 هكسدها احولها ل ان او 2 هي نيترايت بعد كده هاكسد النيترايت اللي هي NO2 احولها لنيتريت فانا بعمل اوكسيديشن للنيترايت مش النيتريت خلاص؟ The rate of reaction of a substance is directly proportional to the amount of substance. Zero order, first order, second order reaction. مين اللي قال فيرست؟ في عندك شجاعة كتير control volume.
Control volume. Control volume or a complete. Thank you.